وين واقفين؟ ما هو الوضع الراهن؟ ما هو الأمر الواقع؟ الرئيس عبادل رئيس منظمة التحرير، مشروع جورا آيلاند سمعتوا فيه؟ حلم إسرائيل، بعض من إسرائيل، أن يكون هنا دولة ويضموا لكم شوية أراضي. وهذا الحلم لم يعد فقط، هذا الحديث لم يعد فقط حديث من أكاديمي وباحث زي آيلاند، صار سياسي. قبل يومين فقط وزير إسرائيلي في حكومة نتنياهو اسمه أيوب القرة، ما يغركوش اسمه، لكن وزير من الليكود تبع شارون، قال أيوب القرة هذا الوزير أن المستقبل هي دولة في غزة وضم أراضي من سيناء. هذا وزير، هذا ما بيحكيش كلام من راس، سامع الحكي على طاولة الحكومة، مرفوض ولن يكون. حدودنا معروفة، وطننا معروف، ودولتنا معروفة، وإجماعنا الوطني معروف، لن يكون. أنا لا أريد أن أكرر أو ألخص ما قاله، واضح مهم. بشكل دولي وإقليمي ومحلي، أنا بدي أركز على الوضع المحلي وبالتحديد الحال. نحن بدأنا بعملية إصلاح الحال، هناك مسارين أساسيين، الأول هي منظمة التحرير، اليوم هناك لجنة تحضيرية تشمل كل الطيف السياسي الفلسطيني، كل الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ونحن ذاهبون إلى مجلس وطني شامل جامع يمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المنفى والشتات، والثاني هو مسار العودة إلى الشعب الفلسطيني، إعطاؤه حقه ومسؤوليتنا بأن يكون هناك انتخابات شاملة. هذا يتطلب حكومة وحدة وطنية أو تمكين حكومة الوفاق الحالية بعقد هذه الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، حتى نخرج من هذه الحالة موحدين باتجاه التصدي للمشروع الإسرائيلي الذي بات واضحا. إذن هي الانتخابات في الداخل، هي منظمة التحرير كمظلة لكل الشعب الفلسطيني، ونحن تقدمنا خطوات ملموسة في هذا الجانب، وسيكون هناك قريبا إن شاء الله لقاء آخر للجنة التحضيرية حتى نستكمل تحضيراتنا للمجلس الوطني الفلسطيني، نتناقش ونتفق فيما بيننا على قرار وفاقي كيف نعقد المجلس، أين نعقد المجلس، وكلنا لدينا صوت، كل واحد له صوت، يعني ما حدا يصادر صوت الآخر وقرار الآخر. هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام، ما عندناش طريق آخر غيره. لا، موقفنا واضح، نحن نريد مؤتمر دولي للسلام، نريد أن يكون على قاعدة القانون الدولي، لا نريد لكي نتفاوض على المبادئ. مبدأ إنهاء الاحتلال لا يتفاوض عليه، مبدأ حق العودة للشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه غير خضع للتفاوض، هذه مبادئ. فقط نريد أن نتناقش في آليات وضمانات دولية من أجل تنفيذها في جدول زمني واضح، هذا ما نريده. وإذا ما اعترفت إسرائيل باحتلالها وأنهت استعمارها وأوقفته وحررت الأسرى وهو اتفاق بيننا وبينهم، نحن مستعدين للنقاش آليات إنهاء الاحتلال، ولكن للمفاوضات من أجل المفاوضات هذا أنهيناه من زمان ولن نعود له.